مشاهدينا الكرام متابعي قناة عمان الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا إلى نشرة أخبار الثقافة نستهلها بالعناوين. معرض شكسبير في عيون عمانية بدار الأوبرا السلطانية مسقط. انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجنة الأهلية في موسمها 14 بولاية أدم. جمعية المرأة العمانية بصلالة تنظم ملتقى ثقافة العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي. أهلا بكم. تأكيدا لدورها الحضاري والإنساني الرائد وتزامنا مع الاحتفالات العالمية بمرور 400 عام على رحيل الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، تحتضن دار الأوبرا السلطانية مسقط معرض شكسبير بعيون عمانية، والذي يحوي 28 لوحة فنية مستوحاة من أعمال شكسبير ومقدمة من 14 فنانا عمانيا. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد. أعمال شكسبير في دار الأوبرا السلطانية مسقط أعمال جسدت الدور الثقافي الذي تقوم به الدار في المزج بين الفن الأوبرالي والفن التشكيلي وتقديم الجديد دائما. تحتفل دار الأوبرا السلطانية مسقط بافتتاح الموسم 2016-2017، وإن شاء الله بتفتتح بالأوبرا شكسبير روميو وجولييت إن شاء الله بإذن الله، وأيضا تحتفل بمرور 400 عام منذ أن توفى الكاتب ويليام شكسبير. في اليوم هذا المعرض الحمد لله بالتعاون مع جمعية العمانية للفنون التشكيلية وأيضا المعهد الثقافي البريطاني تعرض 28 لوحة من قبل 14 فنان وفنانة، التي يعرضوا بعض مسرحيات وبعض فنون إلى شكسبير ويليام شكسبير. ونحن الحمد لله بلا شك نفتخر بالجودة العالية والعالمية من قبل فنانين العمانيين، ونفتخر بما يقدموه من أجل السلطنة، إن كان من ناحية ثقافية أو إن كان يعرضوا فنونهم أو إن كان لعمل خيري يعني. فنحن نشيد بجهودهم ونتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من العطاء لهذا الوطن المعطاء. عبارة عن أقفال، هي أقفال كانت تعبر عن روميو وجولييت، وهذه الأقفال عبارة عن موجودة في فرنسا. الكل يروح في الجسر هذا ويعلق القفل، يعني قفل المحبة هو، وكذلك في إيطاليا. هكذا يرى الفنانون التشكيليون العمانيون الإرث الثقافي والفني الذي خلفه الكاتب ويليام شكسبير. الجدير بالذكر أن الموسم الخامس لدار الأوبرا السلطانية مسقط سوف يفتتح بأوبرا روميو وجولييت للمؤلف الموسيقي الفرنسي شارل غونو، وتقدمه فرقة أوبرا مونتي. هذه تمثل قصة كينغ لير. القصة عبارة عن كانوا عنده ثلاث بنات، وهو طلب منهم يوصفوا له حبه، يعني حب الأب عندهم كيف يكون. فاثنين وصفوا له، الثالثة ما قدرت توصف لأن من حبها العميق لأبوها، فهو غضب وما فهم البنت. فهذا عبارة عن عاصفة تمثل عاصفة وغضب الأب، بس البنت كانت تتمنى في داخلها أن أب يفهمها يعني في المستقبل. فهذا البقعة البيضة تمثل الأمل واللي في قلب البنت أنه الأب يفهمها في يوم ما. ويأتي معرض شكسبير بعيون عمانية من منطلق إثراء الجانب التعليمي وتفعيل قنوات التواصل المجتمعي مع المؤسسات الثقافية، واحتفاء بالمواهب العمانية. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. إذن إضاءة عالمية من دار الأوبرا السلطانية مسقط. بعدها ننتقل للموروث، وحفاظا على التقاليد العمانية الأصيلة من أجل تناقلها بين الأجيال، بدأت في ميدان البشائر بولاية أدم بمحافظة الداخلية المحطة الثانية من سباقات الهجنة الأهلية في موسمها 14، والتي تنظمها الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. وتضمن اليوم الأول 29 شوطا، خصصت 17 شوطا للحجائج و10 أشواط للقايا وشوطان لركض العرضة للمسافات الطويلة. وقد شهد السباق مشاركة فاعلة وتنافسا مثيرا بين ملاك الإبل من مختلف محافظات السلطنة.
نشر ثقافة العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان محور لقاء فريق أبناء الخليج للأعمال الإنسانية بجمعية المرأة العمانية بولاية صلالة. نبض واحد هو شعار فريق أبناء الخليج للأعمال الإنسانية لدول مجلس التعاون، والذي اختتم فعالياته بجمعية المرأة العمانية بصلالة، وجمع الكثير من المعاني الإنسانية تحت مظلة دول مجلس التعاون من أجل رسالة، وهي رفع الضرر عن الأسر المتعففة الخليجية والأيتام لسد احتياجاتهم الإنسانية عن طريق التكافل الخليجي لتحقيق التنمية المستدامة والتكافل الاجتماعي والاقتصادي بين أفراد المجتمع الواحد وأبناء الخليج العربي. زيارة جمعيات للمرأة العمانية ونتعرف على فعالياتهم، على نشاطاتهم، تبادل خبرات بيني وبينهم، نفيدهم ونستفيد منهم، نشوف الوضع ايش صاير، يعني ممكن يكون عندهم فكرة جديدة نستفيد منها، ممكن يكون عندنا فكرة جديدة يستفيدون منها. هدفنا التكامل الخليجي، كذلك يكون بيننا تكافل بالبلد الواحد بالخليج الواحد، لأن في الآخر احنا خليجنا واحد. فريق أبناء الخليج للأعمال الإنسانية يقدم ورش عمل بالتنمية البشرية من متطوعي الفريق، ويهدف إلى التركيز على إعفاف الأيتام من الحاجة، وذلك بتعليمهم حرفة يدوية أو مهنية أو دورات وتوفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود. عملنا فريق كعمل مشترك، دخلنا في جانب اللي هو أعمال الجمعية العمانية للسرطان، بحيث نحاول قدر المستطاع أن نعطي في هذا الجانب ما يخص جانب السرطان ومرضى السرطان في محافظة الظفار. الطاقة الإيجابية كانت مصدر لتقديم الكثير في حفل الختام، وذلك بعد وقفات قد يكون لها الأثر الكبير في تعزيز روح التعاون بين أبناء دول المجلس. وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين والمساهمين في إيصال فريق أبناء الخير للأعمال الإنسانية إلى المرسى. من محافظة ظفار، محمد بيت سعيد. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. عرض مجموعة لوحات فنية للفنان البريطاني الراحل ديفيد بوي في نيويورك. بكم نجدد التحية. قرية الركة بولاية الخابورة ذات طابع جبلي أخاذ، ووفرة المياه بها على مدار العام جعلت منها رقعة خضراء تبهج الزائرين إلى جانب تمتع القرية بجمال الطبيعة، فهي تتميز بوجود أحد أقدم المساجد الأثرية في محافظة شمال الباطنة، الذي يعكس اهتمام العمانيين منذ القدم بالعمارة الإسلامية. فريق الأخبار لخص لنا هذه الزيارة من خلال هذه المتابعة. رحلة الوصول إلى مسجد الركة الأثري تمر عبر هذا الوادي، حيث تجري المياه بما تشتهي هذه الواحات الغناء. قارة الركة يرتادها السواح من داخل الدولة وخارجها، ولكن نطالب ببعض الجهات المعنية ببعض الأمور، مثلا توفير المظلات وتوفير دورات المياه لارتياد السواح ذلك، وحتى تسهل عملية الارتياح في المنطقة. إذن هذه المرئيات لتطوير المجال السياحي في القرية تبررها المناظر الطبيعية التي تحفها أشجار الموز والليمون والحنة، والمساحات الخضراء لأشجار النخيل. وهذا الفلج في أقاصي القرية طالته يد التعمير والترميم من قبل جهات الاختصاص،
ليكون أنيس الطبيعة طوال العام. ليست الطبيعة وحدها هي نقطة الجذب السياحي في هذا المكان، فقد وصلنا إلى أشهر معالم القرية وهو مسجد الركة الأثري، أحد أقدم المساجد الأثرية في محافظة شمال الباطنة. محرابه القديم وفتحات التهوية والأقواس وما يعرف بالروزانات والنوافذ التي ترتفع عن الأرض وفق القياسات القديمة، كلها تفاصيل تحكي قصة الإنسان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من يوم طفل والآن عمري تجاوز 60، وجدت هذا المسجد، هذه صفته، وأيضا والدي، سألت والدي وقال من يوم طفل وجد هذا المسجد في هذا المكان، يقول حتى والدي يعني هو الذي هو جدي أنا متوفي وعمره فوق 90 وجد هذا المسجد بهذا الصفة. إطلالة أخرى على أطراف هذا المسجد تنقلنا إلى جمال آخر، حيث تآلف الناس وانسجام الطبيعة، وفي زاوية أخرى شواهد لمدافن أثرية وبقايا جدار حصن يعرفه أهل القرية باسم الإجفار. في كل مكان من هذه البقعة الرائعة الوادعة في هذه القرية ثم جمال يلفت الأنظار، ومع الاعتدال التدريجي لدرجات الحرارة في هذه الأماكن تبقى للخدمات السياحية أهمية أكبر. عبد العزيز بن حمد العجمي، قرية الركة بولاية الخابورة. إذن من الركة العمانية إلى عمان الأردنية، وبمشاركة 350 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية ومن بينها السلطنة، تنطلق في العاصمة الأردنية عمان فعالية معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 16 تحت شعار كلنا نقرأ. يصاحب المعرض الذي يتواصل حتى 9 أكتوبر المقبل 15 ندوة ثقافية وفنية وسياسية، إضافة إلى توقيع وإشهار الكتب وعروض مسرحية وأنشطة للأطفال وطلاب المدارس. كما تم اختيار المؤرخ الأردني رؤوف سعد أبو جابر شخصية المعرض في دورته الحالية. عرضت دار سوثبي للمزادات مجموعة لوحات الفن المعاصر لنجم موسيقى الروك البريطاني الراحل ديفيد بوي، وذلك بمقر معرضها في نيويورك، حيث عرضت أكثر من 350 لوحة فنية قبل طرحها للبيع في المزاد، وهي مثمنة بحد أدنى يتراوح بين 10 و15 مليون جنيه استرليني. وستنتقل المجموعة الفنية إلى دار سوثبي في هونغ كونغ قبل عرض المجموعة الخاصة لبوي للجماهير في لندن قبل طرحها للبيع. من المقرر أن تعرض جوهرة ضخمة من حجر التوباز النفيس خالية من الشوائب، ويقال إنها الأكبر من نوعها في متحف التاريخ الطبيعي بلندن. وقال مدير المتحف إن حجر أوسترو يزن كيلوغرامين وسيعرض اعتبارا من 19 من أكتوبر المقبل، وهو معار بشكل دائم من رائد الأعمال البريطاني موريس أوسترو. الجدير بالذكر أن الحجر الخام الذي اقتطعت منه الجوهرة اكتشفه المنقب البريطاني ماك أوسترو قبل 3 عقود في مانس جيرياس بالبرازيل. ختاما لمتابعتنا الثقافية لهذا المساء، هذه إعادة للتذكير بأبرز العناوين. معرض شكسبير في عيون عمانية بدار الأوبرا السلطانية مسقط. انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية في موسمها 14 بولاية أدم. جمعية المرأة العمانية بصلالة تنظم ملتقى ثقافة العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي. غدا بمشيئة الله نلتقيكم مع متابعات ثقافية متجددة. هذه تحية مسائية عبر عمان الثقافية. دمتم في أمان الله.